كنت طالبات الصف الثاني الاعدادي، وحشتوني وحشني قعدتنا مع بعض وكلامنا والصلاة مع بعض زي ما احنا متعودين كل حصة نبتديها بالصلاة. النهاردة كمان هنعمل كده. يا رب من فضلك بشكرك على كل حاجة انت بترتبها لنا لصالحنا. يا رب من فضلك انت تدينا حماية على بلدنا وعلى أسرنا وعلى عائلتنا. يا رب من فضلك بطلب حكمة لسيادة الرئيس، وبطلب حكمة للوزراء، وبطلب حكمة لكل حد بيشتغل في الفيروس ده، كيميائي كان أو أطباء أو أيًا كان. يا رب أنت تدي حكمة يا رب من فضلك. يا رب احنا في حمايتك ورعايتك يا رب يسوع، ومهما نروح ومهما يجينا أي محاربات من عدو الخير احنا في ايدك، في امان يا رب من فضلك في اسم الرب يسوع، امين. هنبتدي مع بعض الدرس الاولاني من الوحدة الثانية، وهي اداب حضور الكنيسة. مبدئيا كده، يعني ايه كلمة كنيسة؟ كلمة كنيسة في اللغة اليونانية اللي احنا اصلا واخدين منها ترجمة الكتاب المقدس معناها جماعة. في وقت بولس الرسول كان معناها مدعوون، أما دلوقتي معناها جماعة المؤمنين بالرب يسوع كمخلص ليه. الكنيسة لها أربع سمات. أول سمة هي كنيسة واحدة، كنيسة مقدسة، كنيسة جامعة، كنيسة رسولية. كنيسة واحدة وتكون راعية واحدة وراع واحد، يوحنا 10:16. كنيسة مقدسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضب أو شيء من مثل ذلك، بل من في خدمة المجتمع نعمل ايه؟ اول حاجة ان احنا لما نروح الكنيسة نكون مبكرين. تاني حاجة نكون بنحافظ على مواعيد الكنيسة. ليه بنحافظ على مواعيد الكنيسة؟ لان الكنيسة هي مكان اجتماع الاخوة مع الله. انا واخواتي بنجتمع مع الله. تاني حاجة عدم الانصراف قبل انتهاء القداسات والصلوات. يبقى اول حاجة بروح بدري، بحافظ على المواعيد علشان خاطر انا واخواتي مجتمعين مع الله. تالت حاجة ممشيش قبل ما الكنيسة تخلص او القداس يخلص او الصلاة تخلص.
بعد كده اداب التعامل مع اخواتي داخل الكنيسه، اعمل ايه؟ اول حاجه يكون عندي طاعه للقائمين على العمل بالكنيسه. زي مين؟ زي القسس وزي اباء الكهنه وزي الخدام الكبار بتوعي. بعد كده بكون بساعد الناس كبار السن، وبساعد كل من محتاج لمساعده، المرضى، الناس اللي محتاجين رعايه خاصه، كل دول بكون بساعده. تقديم النصيحة للأصغر مني، وأهم حاجة إن أنا أكون قدوة لي. أكون إيه؟ قدوة لي. من حاجة الابتعاد عن محبة الذات والسلطة والنفوذ داخل الكنيسة. ما كنش انا مركز مع نفسي وسايب باقي الناس. مش لازم اظهر، احنا يهمنا اللي يظهر مجد الله وعمل الله معانا. الكنيسة تعلمنا العمل الجماعي والتعاون، لان احنا اتفقنا ان الكنيسة هي جماعة مؤمنين، هي مش فرد، هي جماعة، وكل واحد فينا له دوره في خدمة الله. مشاركة اخواتنا في الكنيسة في افراحهم واحزانهم، الاعياد، المناسبات، الصلاة، لان لا يليق وقت الصلاة وقت عمل الكنيسة، علشان هو الرب قال كده: ليروا أعمالهم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. متى 5:16. وشكرا يا حبايبي، وأي أسئلة أنا بستناها على الجروبات بتاعتكم.